حتى نتطرق إلى القضايا يمكن في قوائم مشتركة المشاكل. بس بحب أعطي توثيق اليوم الحمد لله يعني في مشروع تدري شريكة اليوم تعليم ناجح. ولذلك اليوم احنا لساتنا في بداية يوم دراسي، كيف بقولوا الكلاسة اللي كنا نعرفها لدرملة ويافا وحيفا وعكا، في كمان مش قليل سكان عرب. قضايا هاي هو ملم كثير كمان، رايح يحكي كمان هو كلمة بيضاء قضايا الدراسة اللي بشكل بائد طاقم عزيزة أسامة الساعة لا في الطلاب العرب، مش من اليوم، الظاهرة يا جماعة مش من اليوم. مدن الساحل مش مكشاة واحدة، مش قالب واحد، لما نحكي رملة لها خصوصيات وهي والمدارس الثنتين بيكملوا بعض، والاصل احنا بتوتر انه في مدن الساحل بالتحديد مختلف عن الرمل وعن الليل كله بشرى حجم المأساة والتخطيط، قضايا الهدم، قضايا دهمش، ربط الدروب الكهرباء، العنف والجريمه والاثر على المدارس. المشروع ده انا حاولت يعني في السنه الاخيره يعني كنا بنشيل الاولاد على الدرج بنطلعهم لفوق، احنا انسانيتنا للاسف هم مش رجال، هم اشباه رجال، اشباه رجال. اذا انتبهتوا في هناك عربيات للاولاد الصغار عشان يريحوكم، ممكن شوي هيك نحكي انه هذا جرم من الكلام. احنا مسؤولين والمسؤول عندنا قسم الرفاه الاجتماعي في رهن. انسانه مع اعاقه، أنا أفضل أن أتكلم بلغة العامية. بأي جهة اللي يجوا فيها؟ وأشياء يعني اللي بس بدهم اللي يفهمها. شكرا. صعب إنه أتيح لغيري لو بعرف لغة إشارة. زي ما إحنا شايفين التكنولوجيا والتغييرات. ما أحترم إنسان مع إعاقة مش رح أحترم إنسان طبيعي. إن في أشياء أنا شخصياً مع إني في عالم الإتاحة لي كثير وقت أنا ما كنت شيء. بتفاجأ اسمها إيمان. إيمان اللي كانت شاب بنت عندها شلل رباعي، عندها إمكانية حركة بندور على نفسنا والحمد لله. سوى لنا زي توزيع ما بعرف إذا صور مبينات وراقه صورنا وإحنا بنلفلف. باين عندي هذا الولد فوت هاي يجي